صيد ثمين، هكذا تصف الأجهزة الأمنية عملية توقيف الشيخ خالد حبلس قائد المجموعة التي تورطت في الاعتداء على الجيش في منطقة عكار شمالي لبنان في تشرين الأول الماضي. لم يكن لاسم حبلس قبل عام من الآن أي وقع. ظهر الشيخ فجأة وراح يخطب بنبرة عالية محرضاً على عناصر المؤسسة العسكرية وحزب الله، وسرعان ما تمكن من استقطاب الشباب الشمالي في عكار وطرابلس. هو ما في إغراءات مادية أو مالية، هي بصراحة في حالة ضعف بالشارع السني، في حالة إحباط. هذا الشارع بحاجة كان لمن يعطي المواقف المتصلبة، المواقف المتقدمة للملمة هؤلاء الشباب الحماسيين العاطفيين، واستطاع الشيخ خالد حبلس من خلال هذه المواقف أنه يجمع كوكب من الشباب. في مسجد التقوى في طرابلس خطب حبلس في أيلول الماضي داعياً عناصر الجيش اللبناني من السنة إلى الانشقاق والالتحاق بما أسماه الثورة السنية التي كان يعد لها. في اعترافاته أمام شعبة المعلومات لا ينفي الشيخ العكاري أنه أعد كميناً للجيش في منطقته سقط بنتيجته ضباط وعناصر من المؤسسة العسكرية. اعترافاته كشفت تورط كثيرين وتركت ارتياحاً في عاصمة الشمال وسط تأكيدات بأن أي ردات فعل على العملية ليست واردة. نحن في الشمال مع الخطة الأمنية بشكل كامل، وإذا كان هناك من أحد لا يريد أن يطبق هذه الخطة الأمنية في منطقته هذا شأنه، ولكن مش معناتها نحن نرفض الخطة الأمنية، لا بل نصر عليها. هي مفاعيل الخطة الأمنية تظهر في طرابلس بعد أكثر من سنة على انطلاقها وأشهر على تفعيلها. توقيف الشيخ خالد حبلس ومقتل أسامة منصور رسالة واضحة بأن الجيش لن يغض الطرف عمن يعتدي عليه. وإذا كان الغطاء السياسي لم يرفع بعد عن مخيم عين الحلوة، حيث الصيد الثمين الثالث شادي المولوي كما تقول المؤسسات الأمنية، إلا أن اتصالات مكثفة تجري لتسليمه، وإلا فالخيار الأمني سيكون هو الحل. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، من طرابلس شمالي لبنان.